أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس من الابتدائي مع أول دروس مادة العلوم الكتلة والوزن. أولا مفهوم الكتلة. إيه تعريف الكتلة؟ الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. لازم تعرف في الكتلة والوزن برضو، واحنا لما نيجي نقارن بينهم تعرف لي المفهوم بتاع كل واحد منهم، تعرف لي وحدة القياس، تعرف لي أداة القياس. بقيس الكتلة بوحدة الجرام أو الكيلو جرام. طب إيه يا مستر تعريف الجرام؟ الجرام هو كتلة مشبك من الورق تقريبا، دايما بتيجي كتير في المصطلح العلمي لك وحدة قياس الكتلة وتكافئ كتلة مشبك الورق تقريبا، مقصد بيها الجرام. الوحدة الثانية الكيلو جرام، وهي تكافئ لتر من الماء المقطر تقريبا. أداة الاستخدام أو أداة القياس، تقاس الكتلة باستخدام الميزان ذو كفتين أو ذو كفة واحدة بمؤشر، أو الميزان ذو كفة واحدة رقمي، أو الميزان الحساس. ودي أمثلة أو صور لبعض أنواع الموازين. ملحوظة: عند قياس كتلة لأي جسم يجب وضع الميزان أفقيا على رف ثابت حتى لا يتأثر بأي اهتزازات. كذلك أن الكتلة مقدار ثابت لا يتغير بتغير المكان وليس لها اتجاه. ثانيا الوزن. الوزن تعريفه هو قوة جذب الأرض للجسم، وتؤثر هذه القوة دائما تجاه مركز الأرض، ويقاس الوزن بوحدة النيوتن. يبقى الكتلة تقاس بوحدة الجرام أو الكيلو جرام، الوزن يقاس بوحدة النيوتن، والنيوتن هو وحدة قياس الوزن، ويكافئ تقريبا وزن جسم كتلته 100 جرام، يعني الواحد نيوتن بيساوي 100 جرام تقريبا. يقاس الوزن باستخدام الميزان الزنبرجي، وذلك بتحديد مقدار التمدد في السلك الزنبرجي بسبب وزن الجسم. الوزن بيختلف من مكان لآخر أو بيتأثر بتغير المكان. في ثلاث عوامل بتؤثر على الوزن. أول عامل كتلة الجسم، العامل الثاني الكوكب الموجود عليه الجسم، العامل الثالث بعد الجسم عن مركز الكوكب. ناخد عامل عامل ونشرح. كتلة الجسم، وزن الجسم بيزداد بزيادة كتلته، يعني كل ما زود كتلة الجسم يزداد وزن الايه؟ الجسم. ده معناها ان العلاقة بين كتلة الجسم ووزنه علاقة طردية، وتكون هذه العلاقة وفقا للقانون التالي: الوزن بالنيوتن بيساوي الكتلة بالكيلو جرام في 10. معانا مثال على القانون اللي لسه قايلينه في من شوية. مسألة مهمة جدا بتيجي كتير في الامتحانات: جسم كتلته على سطح الأرض 6 كيلو جرام، احسب كتلته على سطح القمر، وزنه على سطح الأرض، وزنه على سطح الايه؟ القمر. أولا كتلته على سطح القمر، أنا ما يخضنيش الكلام ده. كتلته في أي مكان ثابت، لأن احنا قلنا في الأول خالص واحنا بنتكلم عن الكتلة، الكتلة مقدار ثابت لا يتغير بتغير المكان أو لا يتأثر بتغير المكان. فهو بيقول لي كتلة الجسم على الأرض 6 كيلو جرام، يبقى على القمر 6 كيلو جرام، على كوكب عطارد 6 كيلو جرام، في أي مكان هتبقى 6 كيلو جرام. على طول أكتب 6 كيلو جرام. طيب المطلوب رقم ب وزنه على سطح الأرض. أكتب أول حاجة القانون: الوزن بالنيوتن بيساوي الكتلة بالكيلو جرام في 10، وبعمل عملية التعويض بتاعتنا. أشوف الكتلة هو مديهالي بكام؟ مديهالي بستة في 10 طلعت 60، ومنساش وحدة القياس نيوتن. الوزن على سطح القمر ده المطلوب التالت، أنا بكتب القانون بتاعي اللي هو الوزن على سطح الأرض على 6. أنا جايب الوزن على سطح الأرض من الخطوة اللي قبلها، فبعوض مكانها على طول. الوزن على الأرض طلع لي بستين، هقسمه على 6 هيديني 10، وبرضه منساش وحدة القياس بتاعتي، أنا بجيب وزن على القمر يبقى وحدة القياس نيوتن.
العامل الثاني اللي بيأثر على الوزن الكوكب الموجود عليه الجسم. يختلف وزن الجسم باختلاف الكوكب، يعني انا هوزن جسم على كوكب الارض هيديني مثلا 100 نيوتن، هطلع على القمر هلاقي ان القيمه اختلفت وقلت. بيقول لك يختلف وزن الجسم باختلاف الكوكب او القمر الموجود عليه الجسم، فكلما زادت كتله الكوكب تزداد جاذبيته وبالتالي يزداد الوزن. وزن الجسم على سطح القمر سدس وزنه على سطح الارض. وخلي بالك عشان الجمله دي بتيجي في اكمل، بيقول لك وزن الجسم على سطح القمر سدس وزنه على الارض. طب لو هو قال لك اكمل العباره التاليه، قال لك وزن الجسم على سطح الارض نقط وزن الجسم على القمر. هو بدا بالارض، الارض 6 امثال القمر. خلاص، لو هو بدا لك بالقمر الصغير يبقى وزن الجسم عليه سدس وزنه على الارض، انما لو بدا بالارض اللي هي القويه الكبيره يبقى وزنها وزن الجسم على سطح الارض 6 امثال وزنه على سطح القمر. العامل الثالث اللي بيأثر على الوزن البعد عن مركز الكوكب. يتأثر وزن الجسم بمقدار البعد عن مركز الكوكب، وقوة الجاذبية تتناقص بابتعاد الجسم عن الكوكب. فمثلا الشخص القريب من الأرض يكون وزنه أكبر من الشخص البعيد عن الأرض كالموجود في الطائرة أو المنطاد.